في إطار فعاليات مهرجانها الموسيقي أقيمت في مدينة جبلة الأذرية أمسية فنية عرضت جوانب من الثقافة الأذرية وأطلعت الجمهور على ملامح من الفولكلور الغنائي لهذا البلد الساحر. لمحة عن التراث الأذري في تقريرنا التالي. المهرجان الموسيقي الدولي الثالث في مدينة جبلة الأذرية يفتح أبوابه مرحبا للضيوف عبر إبداعات المشاهير المغنين الأذريين وروعة الموسيقى الشعبية، مؤكدا أن هذه المدينة الصغيرة التي تقع في أحضان طبيعة خلابة هي أيضا ذاتها حلقة ربط بين ثقافات العالم. أذربيجان بثقافة ضاربة في أعماق التاريخ وشعب له تراث عريق وأسلوب حياة يمثل مزيجا فريدا ومتناغما من العادات والتقاليد من مختلف الثقافات والحضارات، ولاسيما أن الأغاني التقليدية هي روح الشعب التي تنعكس فيها أصالته وعراقته. هذا المهرجان الذي يقام هنا للمرة الثالثة على التوالي له أهمية خاصة في الحفاظ على التراث الموسيقي الشعبي وترويجه لدى الأذريين، وهو أيضا طريقة لمواصلة تقاليدنا التي هي أساس لثقافة أذربيجان الأصيلة. ويعتبر المقام أو المغام باللغة الأذرية نوعا موسيقيا تقليديا أو كلاسيكيا تعود أصوله إلى القوقاز وسكان آسيا الوسطى، حيث يتمثل أداؤه في مزج الأشعار الفارسية والإيرانية والقوقازية مع ارتجالات صوتية معقدة. صوت المغني الذي يؤدي موسيقى المقام كآلة موسيقية يتطلب مواهب لامعة ومجهودا حثيثا في الأداء، وقد جذبني المقام بعمق روحه الشرقي وحريته في التعبير عن المشاعر والأحاسيس. وتنحدر جذور هذه الموسيقى كما يعتقد بعض المؤرخين من اللغة العربية لمشابهتها للأناشيد الصوفية الروحانية، ويندرج المقام اليوم في قائمة روائع التراث الشفهي التي تتولى منظمة اليونسكو حمايتها. أما هذه الأمسية فقد جمعت أبرز الموسيقيين الذين قدموا عددا من الأغاني الشعبية التي كادت تنقرض من الحياة الفنية للمجتمع الأذري في أواسط القرن الماضي، وعزف المشاركون مقطوعات موسيقية تراثية بصحبة الآلات الشعبية القديمة. أحظى موسيقى المقام التقليدية في بلادنا بإقبال لدى الأذريين سواء لدى الكبار والصغار، فإن ألحانها وإيقاعاتها الحماسية تلامس روح المتفرج حتى تدمع عيناه خلال الاستماع لهذه الموسيقى. ولم تقتصر أنغام الموسيقى الأذرية التقليدية على كونها جزءا من التراث الشعبي، وإنما تمثل أساسا عاطفيا وثقافيا كانت قد اجتذبت الناس من قبل، وهي اليوم مصدر إلهام لكل أنواع الفن الحديث من بينها موسيقى الجاز والبلوز وحتى الروك. دانا كوفاجوكافا، روسيا اليوم.